الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله أخونا محمد مايو خير الجزاء واجعله في ميزان حسناته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآية من سورة الزمر يبين فيها رب العزة جل في علاه أنه نزل هذا القرآن العظيم قرآنا عربيا غير ذي عوج. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن العظيم ربنا قال الله نزل أحسن الحديث ومن أصدق من الله قيلا. كلام ربنا تبارك وتعالى أحسن كلام وكلام يطمئن به قلوب الذين يخشون ربهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة. فربنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا كما قال الله تعالى مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونحن والله على يقين تام أن هذه الأمة لو تمسكت بكتاب الله تبارك وتعالى فهما وعملا بما جاء فيه من الأحكام والأوامر والنواهي والذي لا إله غيره نفلح في الدنيا والآخرة. لكن كيف نتمسك بهذا القرآن العظيم؟ كيف نتدبر هذا القرآن كما قال الله تبارك وتعالى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ القرآن داير تدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المشكلة في القلوب المقفلة، القلوب التي لا تسمع إلا الباطل، القلوب التي لا تلين إلا لسمع الباطل ولا تلين إلى ذكر الله تبارك وتعالى. وربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في قلوب كثيرة الليلة كلام الله ده ما بينفع معهم ولا بيلين لهم قلب إلا يسمع له مدحة من أبوه الشيخ تلقاه مبسوط جدا، لكن إذا سمع القرآن تشمئز قلبه كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه من المشايخ والأنداد كما قال ابن كثير عليه رحمة الله إذا ذكر الذين من دونه من الأنداد إذا هم يستبشرون. قال مجاهد تلميذ ابن عباس أي يفرحون ويسرون، بيفرحوا ويسروا إذا ذكر غير الله تبارك وتعالى. أما إذا ذكرت الله عز وجل وحده أجلس يا أخوانا، ونحن الآن قاعدين نتكلم عن شنو؟ ما يهو كلامنا ذاته. وإذا ذكر الله وحده بيحصل شنو؟ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك تفسير عملي للآية، تشوف انت بعينك مما نقول الله براه، تشوف طوالي بعينك تفسير عملي. والله ربنا يجيب لك تفسير عملي عشان تشوف انت براك بعينك. إذا ذكرت الله تبارك وتعالى وحده الله قال اشمأزت يعني شنو؟ انقبضت وتضايقت. في هسي ناس كتار واقفين برا متضايقين، والله متضايقين ضيق من الحلقة دي ومن الكلام ده. الله قال كده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه. الآن هسي لو قلنا أبونا الشيخ البورعي قال وأبونا الشيخ الكباشي قال
ولو جبنا نوبة هنا دقيناها إذا هم يستبشرون الله تلقاهم فرحانين فرحة يقول لك الله أكبر الله أكبر السلام. الله الليلة جابوا لنا نوبة في السوق العربي امشي كلم ناس الحلة. لكن لو جيت قلت له أبوك الشيخ ما بينفع ولا بيضر، البينفع هو الله تبارك وتعالى، والبيدجنة هو الله تبارك وتعالى، والذي بيده ملكوت كل شيء هو الله تبارك وتعالى. لما تقول له كده بيضايق بيضايق، زي ما ربنا قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وحده يعني الله براو ولوا على أدبارهم نفورا، ما دارين يسمعوا، وفي صنف بيسمع لكن بيسمع ساكت ما بينفع السمع، كما قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا زول ذول ما فيهم خير، نحن نسوي لهم شنو يعني؟ زول ما فيه خير حتى لو سمع، الله قال لتولوا وهم معرضون. ومنهم من يستمعون إليك، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. صم أذان راقبة لكن ما بيسمع، لأن ربنا جعل على آذانهم وقرا، أذان مقفلة ما بتسمع كلام الله تبارك وتعالى. يا ذول كلام الله لو ما نفع معاك أحسن الحديث، تاني داير شنو؟ الله نزل أحسن الحديث، داير نجي نقول لك الحجو حجو، أنا لي بزيارته هو، والقمر كعجعجو، ولي رسول الله الشو يشوشي وراسك يا صوفي شو بتاع شنو؟ انت داير كلام زي ده يعني؟ احنا شغل زي ده هنا عندنا ما في، ما عندنا شو، عندنا آيات شو تكسر راسك، عرفتها؟ زي ما ربنا قال بل نغذف على بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. آيات بس، قرآن قرآن ده دول الجبل ما بيقدر عليه، ده تقدر عليه انت يا صوفي؟ جبل لرأيته خاشعا تهد متصدعا من خشية الله، جبل انت قدر الجبل؟ ألا تمشي في الأرض معرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا صوفي كان انت ولا أبوك الشيخ، لن تبلغ الجبال طولا، فهمت؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانيا، كتابا متشابها مثاني مثاني. الله عز وجل إذا ذكر المشركين يذكر المؤمنين، إذا ذكر الخير يذكر الشر، إذا ذكر الجنة يذكر النار، كذا القرآن مثاني. تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم، والله الزول اللي بيخاف من الله لما نسمع القرآن تلقاه والله جسمه كذا يقول لك والله شعر جسمي قام يا مولانا، لأنه زول فيه خير بيخاف الله تبارك وتعالى. أما زول ما فيه خير كان قلت البرع تلقاه يرجف كرر من فوق لتحت، ارجف خايف يقول لك ها برعي، الناس زول بيتكلموا كيف يا يعني كده يا ربي في صاقعة جاية؟ أه صاقعة وين يا زول؟ حلقة دي ما في صاقعة، صاقعة بتاعت شنو يا صوفي؟ أنت ما عارف الحاصل ولا شنو؟ ما عارف الحاصل؟ إحنا ما بنخاف من برعي ولا صايم ديمة ولا غيره، بتخاف أنت بتخاف أنت، زي ما المشركين كان بيخوفوا الأنبياء، ربنا قال ويخوفونك بالذين من دونه، قال قتادة أي من الأنداد والأصنام، يخوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا له والله دول ها زي ما قالوا لهود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قالوا له والله يا هود أظن أبواتنا الشيوخ ده بيّنوا فيه، عشان كده بقيت تتكلم كلام ساكت، والله أبوك الشيخ ما بيقدر يعمل أي حاجة، أنت خش اليوتيوب، أنا خشيت في القبة جوا جوا هناك في القبة، خش اليوتيوب أحضر، قلت له قوم يا زول لو عندك حاجة قوم ورينا، والله ما يملك لنفسه شيء لا نفع ولا ضر، جوا خشينا له في القبة. الصوفي والله ما كان قرب من القبة ساي يقعد يخاف ويتلفت، ما في حاجة يا زول، أبوك الشيخ دخلنا لجوا ولو لقينا فرق البرع داده ونخش لجوا، قوم يا البرع نقول له قوم ورينا أنت عندك شنو، ما عندك حاجة يا زول، مخوف الناس في الفاضي ساي، عرفته؟ فربنا قال مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذكر الله بيخلي القلب يلين وبيخلي الجلد يقشعر، بيخلي الجلد يلين. قال قتادة في تفسير ابن كثير، اللي زارك أمش أقرأ التفسير ده وتعال قابلنا، قال قتادة في تفسير ابن كثير قال هذا نعت أولياء الله الصالحين
نعتهم الله تبارك وتعالى بأنهم إذا ذكر الله عز وجل تلين قلوبهم ولا تحصل لهم غشية. يعني زي بتاع الصوفية، مش بيقول لك زول ده غرق. الصوفية عندهم الذكر بغرق، ونحن عندنا في القرآن الذكر بيطمن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال قتانة: فهذا أحوال أهل البدع وهذه أحوال الشياطين. ده قتادة، ده ما نحن اللي زيرك. أقرأ تفسير ابن كثير، ده حال أهل البدع، يقول لك زول ده غرق خلوه، يكون لافي بيكراع واحد كده لافي لافي، فجأة الرب يدق الواطة يقول لك خلوه خلوه خلوه، ماله غرق، وين الموية؟ لا 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 يا دول، الغرق ده الله قال فأغرقناهم في اليم، الغرق ده إلا في الموية. لا لا لا، يقول لك ده غرق، ده غرق انتوا ما بتعرفوه بالله. وفي غرق ما بيعرفوه، يعني يا اخواننا في غرق غير في الموية، في غرق ها يقول لك الزول ده غرقان. يا زول ما في حاجة اسمها الزول ده غرقان، الذكر ما بيغرق. وإلا زولك ده، عشان نوريك إنه زول كذاب ومجرم، جيبه نطلعه لك في البرج، البرج بتاع الفاتح ده، نجيب تصديق نطلعه فوق، يقول لي الله يا شفت يا صوفي كده غرق لنا هنا بالله غرقة كده، عشان نجيب الحاصل، نجيب له نوبة يخلوا الجماعة يدقوا، خليه يلف فوق في برج الفاتح ويجينا في الواطة، عشان نقول غرق غرق، والله ما يلموا فيك تاني، والله تبقى شفتها الصوف اللي فيك تروح. ما بيعملوها، اتحداك جيب لي صوفي نطلعه في البرج ده فوق، خليه يغرق، بيغرق ما بيغرق، عشان تعرف انه ده كله كذب وافتراء ودجل، عشان يوروك انه الذكر ده بيغرق، والذكر بيسكر، الذكر بيسكر، يقول لك سكر، زول ده سكران، يا زول سكران شنو؟ السكر بالخمره، ربنا قال ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ما في ذكر بيسكر، السكر بالخمره بل العرق ده هو اللي بيسكر. تقول لي يا اخي ذكر بيسكر. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ودي صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله حصل شنو؟ وجلت قلوبهم، وجلت خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يا صوفي ناسك ديل ما يهم، البغرق والبسكر ديل ما يهم، ديل وجلت قلوبهم إذا ذكر الله عز وجل، وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، بيزدادوا إيمان مش بيزدادوا خسران ويزدادوا هلاك وكفر والعياذ بالله. الآيات، شوف القرآن ده كله يناقش المتصوفة قاطبة، عشان كده ما بيقدر يواجهونا. نحن نمشي يوم الأربع يجي يوم الخميس، نمشي الأربع يجي يوم الخميس، انت ما تجينا يوم الأربع، لكن ما بيقدر، ما بيقدر الشغل ده، دول مسخب معهم اللي زيرك ده يومي بيفرفر في الراديو، وهؤلاء الصوفية هؤلاء الصوفية لابد أن توقف هذه الحلقات، توقف توقفها انت صوفي دار، توقفها انت هذه الحلقات، ينبغي أن توقف. هؤلاء الصوفية يفرق المسلمين، نحن اللي بنفرق. يا أخي نعم، يقول يا ناس كلكم أعبدوا الله، وإنت بتقول أعبدوا البرعي وأعبدوا الكباشي. ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ نحن بنقول الناس كلها كلنا كده نتوجه إلى الله. أنت يا صوفي تقول انتوا خليكم مع البراي، وانتوا مع ود بدر، وانتوا مع صايم ديما، وانتوا مع ود حسونة، بالله يا توفي يمثل بفرق. احنا والله صوفية، الصوفية انتوا اللي بتفرقوا الامة يا اخي. اوعى يخشك صوفي ويجي وراه اخو مسلم، اخو مسلم يدق لك الورق قدام في المسجد عشان ما نتكلم نحن، تقال الورق ده داقينه لابنه لينا. انت عارف نحن كم نفر كده من الشباب ديل هم شغالين الشغل السخن ده، شفت الكم نفر ديل خلوا مساجد الخرطوم اكثر من 90% يعلقوا فيها الورقه. والله لا يجوز التحدث الا بعد اذن الامام، طبعا الامام صوفي ولا ما صوفي، انت قالوا شنو؟ يقول لك لا يعني ده حيديني اذن اتكلم في البرع يعني، لكن ده ما اخو مسلم بيشتغل بتعتيد وما بيظهر في الصوره، يمشي للصوفي ذاك يقول له اسمع هؤلاء الشباب اذا جوك قول لهم اللجنه، انت تجي للامام تقول له اسمع عندي نصيحه، يقول لك قابل اللجنه، تفتش اللجنة تكون الصباح أصبح، تكون ما قلت أي حاجة في الجامع. والله
كل شغل دارين يوقفوا الشغل ده، والله عز وجل متم نوره ولو كره المشركون. ونلتقي إن شاء الله.